والله مسجلين تقريبا من اول رمضان احنا مسجلين وبنسعى بالسفر يعني من اخر شهر 4 قدمنا عدم ممانعات للاردن وطلعت لنا عدم ممانعه نسافر للاردن على اساس اني بدي ازوج بنتي لابن خالتها في الاردن ولحتى الان طبعا حاولنا عن طريق المعبر نطلع المعبر كان مسكر لما انفتح المره اللي فاتت ما قدرنا ما تمكننا نطلع بسبب الزحمه الكثيره وعن طريق ايرز قدمنا عن طريق الجسر برضو قدمنا 3 مرات وقدمنا تقارير طبية على أساس أنه كمان تطلع للعلاج ويساعدوا لكن اليهود رفضوا لأنه سنها صغير سنها 20 سنة واليهود ما بيسمحوا إلا غير لفوق 40 سنة أنهم يطلعوا فرفضوها 3 مرات فالآن ما إلنا أمل إلا غير في معبر رفح أنه السلطات المصرية والحكومة المصرية تحن علينا وتفتحنا وإننا نسافر ونقضي العرس تبعها. عشان المسيح شغل المفروض ما عادش حد قال اول واحده